بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حنتعرف على موضوع الأكسس موديفايرز مع الدواء. إحنا نعرف إنه الأكسس موديفايرز ثلاثة: برايفت وبروتكتد وبابليك. برايفت وبروتكتد وبابليك. خلينا نقول مثلاً كلاس. خلينا نعطي المثال اللي هو عن الكتاب. لو أنا سويت دالة هنا وقلت له خلينا نقول فانكشن بدون أكسس موديفاير، بدون بابليك، بدون برايفت، بدون بروتكتد. فانكشن برينت بوك انفو، وخلينا اقول هنا ايكو بوك انفو. الان لاحظ معي المثال. اذا انا الان لو انا كتبت بابليك، معناته لما اعرف اوبجكت مثلا في نيو بوك، الان في هو عبارة عن اوبجكت نوع بوك. انا اقدر اسوي كذا بنفس طريقته، بنفس طريقة المتغيرات بوك انفو. معناته إذا أنا حطيت الدالة على أنها بابليك، معناته أقدر أستدعيها في الثلاثة الأماكن اللي هي لو أنا سويت كلاس مثلا كلاس سكند بوك اكستنت بوك. الآن لاحظ هذا كلاس موروث. خلينا نقول مثلا بابليك فانكشن اي داله اني فانك. انا لاحظ انا ممكن اقول له ذس، استدعي الداله برنت بوك، برنت بوك انفو. والسبب الان سكند بوك يورث من بوك، تمام مزبوط. الان لما انت تكتب زي كذا هو يروح يدور هل في داله معرفه اسمها برنت بوك انفو موجوده داخل سكند بوك. لا طب بس سكند بوك يورث من بوك، طيب يروح يسأل هل في دالة بداخل بوك اسمه برنت بوك انفو. يروح يلقى دالة، يسأل الآن ايش نوع المحدد حقه، هل هو بابليك ولا بروتكتد. اذا بابليك ولا بروتكتد مسموح تسوي الحركة دي. ليش؟ لأنه الدالة لأنه البابليك يستخدم في الكلاس، وفي الكلاس الموروث ومع الأوبجكت. الآن احنا عندنا بابليك، لقيها بابليك، معناته الدالة دي تستخدم بداخل الكلاس، يعني تستدعى من أي مكان داخل الكلاس أو داخل الكلاس الموروث. أو يعني مثلا لو كانت عندي كيف داخل الكلاس، لو كانت عندي أنا دالة ثانية اسمها public function مثلا get data، لاحظ الآن لو قلت له زي كذا this print book info، الآن اللي يصير إنك أنت استدعيت من داخل الكلاس، هذا مسموح public. طيب من الكلاس الموروث، بابليك يدعم الكلاس الموروث. من الأوبجكت، بابليك يدعم الأوبجكت. وهذا معناه إني أخلي الدالة بابليك، يعني أقدر أستدعيها من ثلاثة أماكن. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.